علم وقد اعلم يقينا بان المفاصل للوزاره الصحه. اليوم 7/4/2022 النقابه المستقله الممرضين كتخوض كتنظم واحد الوقفه احتجاجيه تمديديه امام اداره المستشفى الاقليمي ان زكان، واللي كنستنكروا من خلالها المشروع الحكومي ديال الاوراش اللي جابته رئاسه الحكومه، خاصه في الشق المتعلق بوزاره الصحه. يعني كاينه واحد المذكره وزاريه 15/06 اللي كتنظم الخاصه بتنظيم وتنزيل ديال مشروع اوراش، وكنلاحظوا بانه المدراء الجهويين والمناديب وبعض المسؤولين اللي كيخرقوا هذه الدوريه الوزاريه وكيجيبوا لنا متاحلين دار صفات الممرض للمؤسسات الصحيه والمراكز الصحيه. المهنه ديال التمريض عندها قوانين ديالها، عندها مراسم ديالها اللي كتنظمها، وهنا كنبغي نشير القانون المرسوم 2/17/535، وكنبغي نشير القانون المنظم 43/13، وكذلك القانون المنظم 43/13 ديال موازنه مهنه القباله. هاد الناس هادو كيخرقوا هاد القوانين كامله وكيجيبوا لنا متاحلين ديال الصفه على اساس انهم يعالجوا المواطن المغربي. حنا كنعرفوا بانه اصلا المستشفيات العموميه والمراكز الصحيه كتعاني الامرين، خصاص مهول في الموارد البشريه، انعدام تام ديال المعدات ديال الاشتغال، وكذلك وفي ظل هذا الشيء كامل كيجيبوا لنا متاحلين صفه. كيفاش بغيتونا اننا نهضروا على جوده ديال الخدمات الصحيه؟ يعني المواطن المغربي كينتظر من الحكومه ووزاره الصحه انها دير تجويد، انها دير لنا تكوين مستمره للاطر التمريضيه، وانها دير تجويد كذلك ديال المؤسسات بالموارد البشريه للاطر التمريضيه. كنعرفوا بانه الممرض راه باين المعاهد اللي كيتخرج منهم، اللي هو المعهد العالي للمهن التمريضيه، واللي عنده المرسوم ديالو والقوانين ديالو اللي كتنظمو، في حين انه كيجيبوا لنا موظفين ما عرفتش عندهم حامل بعض الشهادات اللي عندها علاقه بتقديم العلاجات ولا المساعدين ديال العلاج، وكيمارسوا مهنه التمريض، وهذا الشيء خطير جدا. المواطن المغربي، الصحه ديال المواطن المغربي بين المحك بين المطرقه والسندان. المواطن المغربي خاصه في عمليه انزكان اي تملول كينتظر من الحكومه ووزاره الصحه انه هذا المستشفى الاقليمي ان زكان يعاودوا التهيئه ديالو، انه يديروا له التجويد ديال الموارد البشريه، انه يزودوا ويوفروا المعدات ديال الاشتغال، انه يجيبوا لنا مدير اللي هو مرسام اللي يكون في مستوى تطلعات ديال الاطر الصحيه وديال الاطر التمريضيه، ويكون في مستوى تطلعات ديال المواطن المغربي. حنا دابا كنلاحظوا بان المدير بالنيابه وحتى من المندوب كذلك الاقليمي عاجزين تماما عن احتواء ابسط المشاكل العالقه، ابسط المشاكل. كنجيو كنقابه مستقله للممرضين كنجيبوا مشاكل وكنجيبوا مقترحات حلول على اساس اننا نلقاو حلول ناجعه على هذه المشاكل، وهذا الشيء كيتقابل بالتضييق وكيتقابل بالاستهداف ديال المناضلين الاحرار والمناضلات الاطر التمريضيه ديال النقابه المستقله للممرضين. كذلك كنبغي نشير بانه جميع المصالح الاستشفائيه على مستوى المستشفى الاقليمي زكان كتعاني، كاين مشكل كذلك ديال الصيدليه ديال المستشفى، التسيير ديالها عشوائي جدا، والسبب الاول والاخير هو المدير بالنيابه كيدير لنا لي بوند كوموند باموال طائله، في حين انه ينقصه كاينين صفقات. كنعرفوا بانه المستشفى الاقليمي زكان سنوات وما عمرهم ما داروا صفقه لاقتناء الادويه، وهذا الشيء خطير جدا. كذلك كنبغي نشير بانه المصلحه ديال الولاده خاصه بعض القابلات كيعانيوا تعسف من طرف هذا المدير بالنيابه، في حين انهم كيزاولوا المهنه ديالهم في ظروف اللي هي ظروف خطيره جدا، كيطالبوا بابسط الحقوق ما كيلقاوهاش، جميع المصالح الاستشفائيه كتعاني، مدير ليس في مستوى التطلعات ديال المواطن المغربي. هنا ومن هذا المنطلق كننشدوا وزاره الصحه والحكومه انهم يجيبوا لنا مسؤولين واكفاء مسؤولين في المستوى العالي اللي يقدروا انهم يزيدوا بهذا الركب الى بر الامام، وانهم يعطيونا ما يسمى ولا تنزيل ديال ما يسمى بالحق في الصحه. درنا واحد اللقاء مع السيد المندوب، وعطينا الوقت الكافي جميع النقابات تحضروا، للاسف ما لقيناش العالم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.